احنا ابو فرقان طبعا اليوم تشرفنا بزيارتكم. بارك الله فيك. هذه اهم مو نقول مفاجأة الان، هذا مضيفكم. الله الله مضيفنا والله. اي والله مضيفنا. طبعا احنا اليوم مدينة الموصل تنعم بالامن والامان. احنا نرجع على دماء الشهداء، فضل دماء يا الشهداء الله. ما نقعد على هذه القعدات، لا صدق بدون تضحية، بدون دماء الشهداء ما صير قعدة ولا صير تضحية ولا تمشي الأمور إذا مو أكو سبقا قبلنا يعني مضحين بدماء. يا الله. طبعا حقيقة اليوم أنه إحنا نسعى للتكاتف. أي والله. والوحدة الحمد لله، ونبذ الطائفية في محافظتنا. اليوم ما شاء الله نينة وجوهر ما شاء الله بيها من كل ما اريد نقول انه من كل الطوائف موجوده. موجود المسيحي، موجود اخونا اليزيدي، موجود الكيكائيلي، موجود الشبك، ضيافه العشائرنا العرب كله. يا سلام يا سلام. طبعا احنا يحس في داخلنا احنا. انا اشوف يعني اليوم كل العشائر هي عشيره واحده. الله الله الله. ماكو بين فرق بدراني او الهيبي او جبولي او سبعاوي او جحيشي او خفاجي او جوعاني او معماري. اليوم كلها عشيره واحده، اخوه متكاتفه على محبه وعلى تواصل وعلى رفع المستوى المعيشي في المنطقه. الحمد لله. اليوم مناطقنا تزدهر، يعني اليوم نشوف ما بعد التحرير القريه انبنت ثلاث قرى. ما شاء الله. المنطقة اليوم المشاريع ماشية بيها ما شاء الله، وفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الأمانة بيها. يا سلام. أكو مزايقات، بس المزايقات تخص ترجع مرجعها على بغداد، وكل شيء بغداد ينحل. الحمد لله. أما العشائر كلها على تكاتف. يا سلام. وعلى تواصل. أي والله. وماكو يوم، إحنا البارحة كنا عند خواننا السبعاويل، اليوم احنا اخواننا ابو بدران، اليوم اهلنا من كركوك. الله حيهم. تواصلنا كله ويا كل العشائر. ما عندنا شيء انه مستحيل او مخفي. يا سلام يا سلام يا سلام. شيخ نزهان، نشوفك من خلال وسائل التواصل، من خلال اعلام الشيخ نزهان. نعم. يعني انت تحضر وتشارك الناس اغلب افراحهم واتراحهم، وكأنما يعني رغم الحمل الثقيل ورغم التزاماتك، لكن بصراحة ما تترك أحد، يعني الكل تشاركهم بهذه المناسبات. شلون يقدر يوازن شيخ نزهان ما بين أهله وما بين مضيفه وما بين العشائر؟ يعني متى ينام، متى يقعد، متى يأكل، متى وقالوا ماخذ ثلاثة ويدور للرابعة. ولو احنا مبارك لك. أي والله. السيدية المعمارية اليوم هم يعني صارت عضو مجلس محافظة، ويمكن يعني كيف يستطيع الشيخ نزهان حقيقة، يعني لأنه أغلب المشايخ أغلب الناس تروح عليه مثلا تلقيه بشغلة واحدة، لكن الشيخ نزهان في جنوب الموصل وفي خارج جنوب الموصل يشارك أغلب أهل وناسه مناسباتهم، إذا كانت فرح أو إذا كانت غير ذلك، وإن شاء الله الأفراح أكثر. كيف تستطيع أن توازن يا شيخ نزهان حقيقة؟ يعني أول شيء يعني طلع خارج العراق ما عندي. ما عندك طلع خارج العراق؟ الحمد لله. شكرا الله، شايلة من ذهني. يا الله. وهم رجلي تدري هم باتجاه الأقليم هم يعني ماكو، وما عندنا شيء يعني، بس إنه إحنا متواجدين هنا. الله حقيقة والله. اليوم عشائرنا تريد التواصل. أي والله أي والله. هو هذا تريد التواصل، وطبعا يعني حتى أنت من التواصل. شيخ نزهان بس السبحة شوية بعض مرات يطلع صوته. العفو. من التواصل تريد التواصل، ما تريد أزود أنقص. يمكن عنده مريض من تروح تشرب عنده سكانة شاي طاب. أي والله صحيح. واليوم مطلوبة منا التواصل، لأن الابتعاد يمكن كل من يجي راح يقرأ ذهن يوصل فكرة يوصل شيء عن 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 ما إحنا ما كنا به قبل. يا الله. اليوم المجتمع مالنا يريد قعدة، واحد يقعد مضيفه، والعالم جاءت تجي يعني حتى الطلبات مالها. والله هي أنا لحد الآن يمكن ماشي في الطلب محرج. يا الله عافية والله. كلها سهلة، بس تريد أنا أقول لك أنه أنت بمصداقية تصدق ويا العالم. الله. تريد التحرك للعالم. اليوم يجيك هذا عنده مريض، هذا عنده شغلة، هذا عنده وقفة، يريدونك أنك تتحرك عليها. صح. ولازم أن تخليه مثلك أنه يروح، إذا ما يقدر يقول له ما صارت، وإذا صارت يقول له صارت. يا الله. مو حجاجينة العالم اليوم. سلام. تريد مصداقية. لو ما تجيك بشغلة تقول له أنا ما أقدر عليها. بس هو
يرتاح أنا متأكد أكثر من ما تقول له إيه تبشر وما سويها له. يا الله. وهذا المناسبات اليوم هو المريض والفواتح. أي أيوة والله. أهل الأعراس عاذريننا طبعا. يا الله. وترى هي هم الدنيا صغيرة ما شاء الله في السيارات هذا الحديثة. أي أيوة والله. واللي يريد شيء لازم يضحي بشيء صح ثاني. صح والله. إذا قعد من الصبح وسوى له 5-6 واجبات والواجبات العليل. أي أيوة والله. ما راح ينقص. يا سلام. وثق واعتقد بالله اليوم إذا سلم على طفل بالشارع هذا الطفل يظل يذكرها إلى ما يصير شيء. يا الله يا الله. وإذا تحولت عليه وإذا تحولت من مكانك وقعدت مكانك هذا ظل تنذكر. يا الله يا سلام. والحمد لله اليوم. الحمد لله. اليوم وإحنا حقيقة جهد التكاتف. اليوم نريده نطلبه يصير ما شاء الله. عبن اكو تكاتف بدون تكاتف لا والله ما يصير. اي والله صدقت. وان شاء الله نقول المرحله القادمه افضل. يا الله يا الله. افضل المحافظتنا ما شاء الله. يعني انت تتواصل ويا ابو المدينه وابو المدينه يتواصل ويا ابو القريه. كانت هذه انت تدري بها بالسنوات اللي قبل داعش ماكو تواصل. أي ماكو. أي لا لا ماكو. نعم. ماكو. والحمد لله اليوم كل العشائر متواصلة وكلها ويا بعضها مع بعض. طبعا أنا أضج من التسميات إنه إحنا نعتبر كلنا عشيرة. الله.